الدادة لطيفة هي اللي سمتك صابر. ليك من اسمك نصيب؟ نصيب كبير. لحد فين؟ يعني لحد فين ممكن تتحمل؟ لحد سنين. يعني الصبر خليني نقول إنه ما عنديش مفر. يعني يا نعمل رياكشن أو نعمل أي رياكشن غلط أو خليني نصبر شوي على الأذية. ممكن نصبر على الكلام، على معناها الزمن ممكن نصبر، على المتاعب ممكن نصبر. يعني ما فيش حاجة ما تقدرش تصبر عليها؟ لا، لازم نكون صبور. كان عندكم دادة كنتوا مرتاحين ماديا؟ هي ما كانتش تاخذ فلوس يعني بقدر ما هي جارة، وكانت اوريدي تشتغل في المدرسة تاع بابا. كانت هي كانت منظفة. اوكي. فكانت بتساعد يعني من غير مقابل. كانت بتساعد، هي موجودة معنا بالمدرسة، كنا ساكنين في المدرسة حتى. يعني كان مدير المدرسة لازم يكون عنده بيت جوه المدرسة. يعني بيت متاعو اللي هو سكننا فيه. احنا عشنا حياتنا وطفولتنا في المدرسة بالنهاية. وحوش المدرسة تطلعوا تلعبوا فيه وكده؟ بالضبط، نلعب فيه كورة. وطبعا كان التراب يعني. أكيد يعني. فبالنسبة لنا متعة، لأنه في براح وفي جنينة وفي أشجار وفي كذا. فهي كانت معانا عايشة، كأنه معانا عايشة، ولكن تمشي، لكن أظن مش ما كانش فيها بالمقابل المادي يعني.